في الجزائر ولدنا وفيها نحيا ومن أجلها نصنع من أرواحنا سلما يرقى بها إلى المجد. الشهيد عبد الحق بن حمودة، مسار وتضحية، هو عنوان اليوم الدراسي المنظم من طرف المرصد الوطني للمجتمع المدني والاتحاد العام للعمال الجزائريين بهدف إحياء الذكرى 27 على استشهاد رمز العمل النقابي بالجزائر. عبد الحق بن حمودة. سي عبد الحق مسؤول للمنظمة ضحى، ولكن أنا جبري مونغاجي دون سون ديمارش كي ديفيرونت على دابيتود. سي ديمارش دو دير اولا الاخ هذا، باسكو قبل ما نتكلم عن الشخص نتكلم عن النضال، هو معلم ومناضل في نفس الوقت، معلم ومناضل في نفس الوقت. الفعاليات شهدت حضور العديد من الشخصيات البارزة في العمل النقابي، وكذا رفاق الشهيد عبد الحق بن حمودة الذين استذكروا خصال النقابي ووقفوا عند أبرز محطاته التاريخية في العمل النقابي بالجزائر إبان سنوات الجمر والدم. غادي نذكروا شهيد وهو سي عبد الحق بن حمودة، ولكن فترة اللي عاشتها البلاد، الفترة اللي عندك المرة اللي عاشتها البلاد، وين البلاد كانت عايشة صعوبات كبيرة فيما يخص كل الأشياء، كانت البلاد كان عليها حرب. كان نقابيا فعليا صارما، كان يتلقى العمال والعاملات في المركزية النقابية، وكان الرجل الذي يستمع للعمال كثيرا. ذكرى رحيل دون رحيل لمن خلد اسمه في قلوب كل وطني مخلص لهذا الوطن، وأحد الرموز الخالدة في سمائه، الرجل الذي لطالما استمع ونقل هموم كل عامل جزائري مهما كانت رتبته ووظيفته، ليرحل الرجل ويترك صورته ترسم في القلوب قبل اللوحات والشاشات.